جنرال موتورز كشفت عن تراجع حاد في صافي أرباح الربع الثاني من العام بإيرادات بلغت $1.5 مليار على وقع موجة من الاستدعاءات والتعويضات لضحايا حوادث مرتبطة بعيوب في سياراتها. الشركة ومقرها ديترويت تخضع للتحقيق من قبل منظمي السلامة في الولايات المتحدة في الكونغرس ووزارة العدل، وينحون باللائمة عليها لفشلها في الكشف عن المشاكل لأكثر من عقد من الزمان. الأرباح خلال الفترة تراجعت إلى $190 مليون من $1.2 مليار مقارنة مع العام السابق. جنرال موتورز تبيع سياراتها الجديدة بأسعار أعلى في أمريكا الشمالية، في حين يوفر تسارع النمو في الصين للشركة بعض الانتعاش المالي على الرغم من الاستدعاءات التي بلغت 2,600,000.